ادينا خرجنا يا فتون. لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من عليك. يا بنت هبله، انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راجل. والله العظيم انت بنت هتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير؟ هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه. انت القرف ده. طب هتروحي على الصاله ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سألني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله.